السلام عليكم، صباح الخير عليكم متتبعين ومتتبعات قناة المهدي الجزار. متواجدين معكم حاليا في السوق الأسبوعي ديال مدينة مكناس، وجينا عند واحد الأخ تنصورو معاه واحد الكسيبة، وغادي نخليو لكم الأثمنة ديالها، وغادي نعرفو المرقد من ديال هاد الكسيبة منين، وغادي نشوفو حتى المعطى اللي عطاوه كي داير. غادي نخليكم تشوفو الكسيبة إن شاء الله أخوتي، وغادي نجيبو لكم النمرة ديال التليفون من عند الأخ إن شاء الله، نحاولو نوريوكم الكسيبة مزيان، حوالة صرديين خرفان صرديين ملاح سنان الحليب، مكاينش تني هنايا، كاين غير سنان الحليب أخوتي. هانتوما خيرات بلادنا الحمد لله، اللهم بارك. غادي نخليو لكم إن شاء الله النمرة ديال التليفون ديال السيد، واللي بغى هاد الكسيبة إن شاء الله يتصل بيه يتواصل معاه. ومرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات، وعاونونا باللايكات وبالبارطاج، الله يجازيكم بالخير، وحنا ما غتشوفوا معنا الا الجديد ان شاء الله. كي داير عمي مزيان؟ الله يسترك، الله يسخر لك، الله يسخر لك، اللهم بارك اخوتي، الله يجازيك بالخير عمي. وحنا دابا نصوروا معكم هذا الفيديو، وتحط نميرة التليفون ديالك، ولا عجباتو شي واحد من المتتبعين راه غيصوني عليك. هذا هو اللي كاين عمي الحبيب، هذا هو اللي كاين. نحاولوا نشدوا الكتيبه مزيان باش بنادم الانسان يشوف. هانتوما اخوتي، هانتوما الاخوان، خرفان صرديين، نحاولوا نتقادوا باش تشوفوا الوقفه هاد الخروف كيفاش دايره. هاد الخيرات اخوتي دخلت في مدينه مكناس يوم اربعاء، يوم اربعاء اخوتي في مدينة مكناس. دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نجيبوا لكم المرقد ديالها منين، والنمره ديال التليفون ديال السيد مولاها. هانتوما اخوتي باش تبان لكم الكسيبه مزيان، السيد مولاها راه معاه الاب ديالو ديالو. زيد الحدايا هنا فاش نسميك. كي داير اخويا مزيان هاني؟ شنو عاطينك هنايا في هذا الخرفان هذا؟ حاول ترفع صوتك باش شنو عاطينك؟ عطاوك معطيه فيه تبارك الله. وهاد السلعه المرقد ديالها منين؟ من تيم حطيت؟ منين؟ جايه من الغرب. ايه هي الاصل ماشي في تيم حطيت، بحال اللي بغيتي تقول تربات في تيم حطيت. هاك اللهم يسير اخويا. عطاوه 42000 ريال، وغادي نشوفوا الثمن ديالو يعني بشحال كيطلب فيها، وغادي ان شاء الله نطلبوا منه الرقم ديال الهاتف باش ان شاء الله اللي يبغى هاد الكسيبه هادي وبغى يتواصل مع الاخ غادي يخلي النمره ديالو يعني في الفيديو اخوتي، ما غاديش نحطوها في العنوان واني غادي نخليوها في وسط الفيديو. دابا تقريبا هادو كاملين تنايا ولا سنان الحليب، كاين تني وكاين سنان الحليب، ما كاينش الرباعي. اللهم يسير. غادي تحاول تلوح لي النمره ديالك هنايا، والله يجيب لها، نتمنوا اخويا يجيب لها الله شي مرقد زين. شحال كاينه تقريبا هنايا؟ كاينه 43 حبه. غادي تحاول تحط لي الرقم ديال الهاتف ديالك، 06 52 36 89 81 في التالي. اتعاود معايا النمره ربما نكونوا غالطين، 06 52 36 89 81. السميه ديالك خويا عبد الغني. فاش تواصلوا بالسيد في تيم حطيت هاد الكسيبه ان شاء الله، تيقول مسكين بان الى ما تباعتش غادي ترجع لتيم حطيت. وحنا تنتمناو من الله ومن المتتبعين ومن المتتبعات يشوفوا هاد الفيديو هذا. والسيد راه تيقول لكم عنده صفه، كاين صفه ما كاين لا كحبه لا حتى شي حاجه، صفه هو تيقول لكم مسكين كاين صفه، ما تسالوا الا الصفه، والضامن والضامن هو الله سبحانه وتعالى. غادي نحاول نجيب لكم شي دوره اخوتي ان شاء الله، وما تنساوش غادي نحاول نبعد عليكم، نبعد لكم باش تشوفوا الكتيبه كامله. اسمح لي اخويا العزيز الله يسهل عليكم، كاينه 45 حبه ها هي اخوتي، تنحاولوا نجيبوا لكم داك الشيء الحقيقي. و تتشوفوا حتى الثمن بمناسبه اقتراب عيد الاضحى، حتى الانسان تيدي واحد كما تنقولوا واحد الفكره على الثمن،
باش ان شاء الله الى دخل السوق كيعرف شنو غايشري وشنو غايدي. وشكرا اخويا العزيز، الله يكبر بك، الله يجيب لها شي دار زينه اللي تستاهل هذه الغلمه هذه. وتحياتي لكم، اللهم بارك اخوتي. جينا نوريكم راس السوق ديال السردي عند با البوشيخي في مدينه مكناس، خرفان ملاح. هذه هي السلعه ديال المارينوس اخوتي، اللي ما تيعرفش المارينوس راه هي هذه المارينوس، اللهم بارك. ما تنساوش اخوتي تبارطاجيو معنا باش ديما تشوفوا الا الجديد. هذه السلعه اخوتي ديال المارينوس، الغلم ديال المارينوس اخوتي تتكون مبدله كما تتشوفوا. السردي ها هو في واحد الشكل، والمارينوس في واحد الشكل، وكما تنقولوا الحولي السردي الاصيلي عند با البوشيخي في مدينه مكناس. تحاولوا تشوفوا معنا، ديما تنحاولوا نصوروا معكم اخوتي راس السوق، اللهم بارك. والله يسخر الجميع الاخوان والاخوات، وتنتمنوا منكم اخوتي تبارطاجيو معنا ودعمونا باللايكات. اللايكات ما تنساوش اللايكات، ما غادي تشوفوا معنا ان شاء الله الا الجديد. وتحياتي لكم.